احمد السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم خوتي اخواتاتي لافامي، كلشي بخير. قبل ما نبدا نبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، كل عام ولا كل مليون وانتم بالف خير، الله يتقبل والله يعاوننا بالصحه والطاعه والصلاه والزكاه ان شاء الله في هذا الشهر المبارك. ما علينا، اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم رمضان في كوريا الجنوبيه. اليوم نمشيو لبلاصه الافطار، مائده الافطار كاينه هنا في المسجد، نمشيو لاي حاجه على قبل رمضان ويلا معايا جميع نشوفوا. معايا حسن حقه حسن سام، صافا بخير الحمد لله. كيدير مع رمضان؟ احنا خير مزيان، باقي شاد الماء، باقي شاد الماء متيقن، باقي لا. ولكن صراحه رمضان فين احسن بلاد؟ ضروري في البلاد اخي، ما كاين ما احسن من المغرب صراحه والله الخوت، ما كاين ما احسن من المغرب في رمضان. اكذب عليكم كذاب، رمضان هو المغرب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. حنا ما علينا، حسن تنشكرك بزاف. مرحبا، امشي معايا حسن اليوم في فاطرين، تفطروا معنا الفطور ديال اش ديال الفا ضروري. اليوم نمشيو نفطروا فورد ديال الفا ويلا معايا ونمشيو نشوفوا اي حاجه. كما كتشوفوا معايا الخوت، هذا الافطار تديرو قطع الناس خدامين في ست فوادو، ماشي فابور هذو كيتخلصوا ياك اخويا، هذو خلاص. هذا خوت كما شفتوا، انا دابا وصلت للبلاصه اللي فين كاين يكون الافطار، دابا باقي ما بداو الناس كيتستفوا، هاد الناس خدامين مع الجمعيه، الجمعيه تقريبا مشروع ديال قطر، قطر هي اللي دايره لهم الافطار بالمجان. واش حنا غادي مع المجان ياك اخويا او معايا شي حاجه ديال الله راه غادي نليها، وحنا غادي نشوفوا معنا من يقربوا يبداو غادي نمشيو نبارطاجي معكم اي حاجه. تشوفوا معايا كاينين تكوار مسلمين النجلة واقف عليهم باش يشوفوا هادشي، واش هو هذاك سميتو احمد، ها هو مسلم احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. هاتوما خوت فين مشيتي دي
عاود من جديد كمشتو اما وجدنا الافطار كلشي موجود هو هذاك. دابا كنتسناو يأذن المغرب كتفطر تاكل هاد اللعيبات كاين التمر وكاين كاين البنان وكاين الدلع كاين الماء والحليب كتفطر تاكل التويشيات من بعد كتمشي للجامع كتصلي المغرب وكترجع هذيك الساعه ملي نرجعو نشوفو واش كاين اول فطور ليا في رمضان واخا تعطلت كنت بندير فلوق في البدايه اول فلوق في ايام رمضان الساعه مع الخدمه وهذاك الشيء راكم عارفين ما قدرتش وندرت لكم هذا الفلوق اليوم ان شاء الله ونتمنى يعجبكم ونتلاقاو شويه خوت كيما شفتو معايا الناس دابا بداو تيتجمعو الفطور قرب شوفوا معايا لوبيونز معايا حسن معايا الاخ الجزائري بيس ولاد الجزائر الجزائر رجال فما مشاو تلقاهم رجال حسن الشو معايا قبيله في الفيديو ونتمنى من الله كلشي يكون بامان الله بالصحه والراحه واحنا مع الخوت الو خايليات شي تحيه وين الله يحفظك فينك رجال ولا لا خاوة خاوة المراركة الله أكبر الله أكبر بسم الله دابا الطلاب جل جلاله تشبت كنزل إن شاء الله أشهد أن لا تقبل الله عزيز بالجد خوت لا تقبل الله يوم خلص خلص السلام رمضان بارك عليكم إن شاء الله يكون الصحة والسلامة إن شاء الله آمين خوت دابا دويت مع حسن قلت لي انا نصليو في الصف الاول قال لي لا نبقى حنا الاخرين باش نطيحوا مع الماكله الاولى تم كما كتشوفوا معايا الناس تسد الصف النظام هانتوما خوت كما كتشوفوا كيعطيوك لنا الكبسه الشلاضه والدجاج هذا هو الفطور ديالهم خود دابا ملي كلينا وسالينا وكلينا داكشي تمشي تغسل الماء عندنا والاخ كتشوا معايا في البلوك شحال هذا بخير عواشركم مبروكه وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعاودوا ما تنساوش راني راه كنت بنت لكم في الفيديو الاول يعني كنعاود الفيديو الثاني كنقول لكم عاودوا دعموا خونا امين راه رجل طيب وعزيز خوت احسن راجل تعرفوا في كوريا من تجي ولا جيتو للسيو ولا جيتو لايطوان سولوا عليك قول لهم السميه باش يسولوا عليك وكم رضوان هذا مرحبا بكم مرحبا والقصير ركتي كي جا داك الشيء يا سلام الحمد لله اللهم لك الحمد شحال ضربتي من جوج بلاطوات اسيدي الله حاج فابور تكون زوين بلاك الله يعاودك حاج فابور تكون هذا الشيء حاج فابور منين ياك داك الشيء اللي كي درتي لها طولو عرض ولا طولو عرض وراك عارف الله يتقبل الله يتقبل يلا الخوت نتلاقاو شويه السلام عليكم انا رجعت لكم من جديد بغيت نقول لكم جيت نهايه ديال الفلوق نتمنى يعجبكم الفلوق لوبيون زوينه الناس مقيين واللي ما عجبنيش بزاف هو الناس اش يديروا ملي كيبغيو يفطروا تيبقاو يتسناو الناس الجامع كيعمر ويصليو على الباب باش ملي بدا الفطور يخرجوا من الاولين يشدوا الصف الاول ولكن ماشي مشكل الحمد لله دوزنا نهار زوين الله يتقبل هادشي المهم هو يتقبل الله منا هاد الاجر وشكرا بزاف ونخليكم مع الدرابو الجميل هو المغرب وباي باي